إلى مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس توافدت عشرات العائلات للتعرف على مصير أبنائها المفقودين، خلف حادث غرق مركب صيد كان يقل نحو 200 مهاجر قبالة سواحل جزيرة قرقنة لوعة وألما كبيرين. وتعالت أصوات تطالب السلطات التونسية بكشف حقيقة ما حصل في عرض البحر. احنا في بلادنا جزمتها البحر يسول الله ما يتخرجش، ويخرج الغريق الغارق يخرج من البحر ويمشي لهم. ها يكلم، تصور انت انسان خرج من الغريق ومشى لهم باش واحد، وين هم انتو شامل انتوما؟ انت شي دورك انت في البحر انت؟ ما انت فلوك فيها 180 واحد يسول لها وما تراهاش. شو باش تراه مال؟ باش يحرقلك بالطياره؟ باش تراه باش تضرب هبطه؟ هذا معقول في بلادنا يصير هذا هيك؟ وتسلم عدد من العائلات جثامين ذويهم في مشهد درامي لم يكن غير مسبوق هنا في سيدي مخلوف. ودعت هذه القرية المتاخمة لصفاقس أحد أبنائها، لم يكن الوحيد في عائلته الذي قضى في محاولة للالتحاق بالضفة الشمالية للمتوسط. نعرف عليه طولة ميت لحي، كمل الحق عليه خوه الثاني، كمل خويا الثاني لتو ما فقناش من الصدمة الأولى، كمل خويا الثاني مات، والكل في جرة الحرقة وفي جرة البحر. أما عطيتهم قلة رضا، قلت لهم يا ولادي ما نرضاش عليكم، أمس الناس اللي في المارك غادي نادمين يقولوا رانا عطينا لولادنا الفلوس ورانا حرقناها محنا، رانا بعثناها محنا، نقول لهم يا ليه راهو راهو خويا أما ما تبعثوش. وبرحيل وسام لا يبدو أن قائمة ضحايا قوارب الموت ستتوقف عند هذا الحد. فأسعد وهو صديق للضحية يقول إن معظم الناس في قريته قد فقدوا الإحساس بالخوف من مغامرة غير محسوبة العواقب. حركنا برشا مرات، مسألة شرب غني نحكي كم فاس أو قدام العباد، حركت قداش مرة ما شقوش بيا دارني نحاولت نحكي طو وما تمش، مسألة شرب تغير هيك ترى مدادك تمشي وتصور وتجيب الميكانيك، مش مشكلة فيس ولا حاجة، مش مشكلتي نمشي نجيب كرب ونفيس العباد، حاب نعيش صح، حاب نلبس كالعباد ناكل كالعباد نكزيستي كالعباد، على فاش خير منه. الضحية المقبلة قد يكون ابنا لهذا الرجل أو ابنا لذاك، تختلف الأسماء والمستقبل كالحاضر واحد، تهميش ومحاولة متهورة للهروب وكأنها حتمية لا فرار منها. لا يمر عام في هذه القرية دون أن يبتلع البحر أحد أبنائها أو أكثر، لكن بمجرد أن تنفض مجالس العزاء يعود الأهالي ليقولوا بصمت إن النزيف سيستمر باستمرار معاناة من الاقتصادية والاجتماعية. بسام بنني، بي بي سي، من قرية سيدي مخلوف، محافظة صفاقس.